والله دكتور هشام مطامش من الدكاترة المميزين جدا جدا في شغلهم، من ناس من زمان وهم في القصر العيني بيعملوا حاجات متطورة جدا، بيطور كل حاجة. لما مسك كذا منصب رئيس وحدة العلاج بأجر، العلاج بأجر اتحول جدا بقى حاجة تانية، بقت البيشنتس بتيجي، بقت الدكاترة بتشتغل، بقت الاكويبمنتس متطورة. لما الدكتور هشام طبعا لما مسك عميد كلية أسنان في القصر العيني عمل الجودة، خلى الكلية بتاعت أسنان واخدة الجودة الكواليتي كنترول. الدكتور هشام راجل يعني ذات قيمة علمية عالية جدا، وراجل إداري كويس قوي، هيعرف إن شاء الله يجيب لنا حقوقنا كدكاترة سنان من وزارة الصحة. احنا متفائلين خير ان شاء الله دكتور هشام يعني من احسن الناس، او ان شاء الله يعني يقدر يجيب لنا كل اللي احنا عايزينه. والله اليوم الانتخابي كويس ظريف، بس اقبال اقل شويه مما توقعنا. يعني النسبه كام تقريبا؟ حوالي مش متأكد من النسبة كام بالظبط، لسه ما اتأكدتش من الأرقام، بس الإقبال كويس، بس ما كنا متوقعين أو كنا نتمنى إن هو يبقى أكثر من كده طبعا، عشان يعني إحنا عايزين نحس بتغيير، يعني عايزين دكاترة السنان ينزلوا يقولوا رأيهم مهما كان إيه رأيهم، عشان في الآخر نحس بالتغيير اللي إحنا بندور عليه يعني. فعمرنا ما هنحس بتغيير ولا عمر ما يحصل تغيير طالما الدكاترة نفسهم مش نازلين عشان ينتخبوا. بس هو في طبعا دكاترة كتير اهتموا جم، وربنا يسهل ان شاء الله.